مشاهدين كويت سبورت مساكم الله بالخير، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج أجيالنا. حلقتنا اليوم دسمة، راح نتكلم فيها في البداية عن دوري الأشبال وتتويج القادسية في لقب الدوري قبل نهايته في 4 جولات، وننتقل إلى منافسات الجولة الأخيرة من دوري الناشئين، بالإضافة إلى منافسات الجولة 21 من دوري الشباب. في البداية أرحب في محللين البرنامج كابتن صالح بريتشي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخي عبد الله، وحياك الله. الله يحييك. كابتن أحمد موسى، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أخي عبد الله، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى محللنا المريض اليوم، الله يعينه محمد، يعني نقول له ما تشوف شر. شر ما يجيك إن شاء الله. اليوم باللبس. والله ما تبغى الجو بيصير بارد بعد شوي وهواء. لا احنا بالسالمية على البحر. لا بس أحسن. تزيد بعد تمر. لا بس الجو مرطب شوي، مو شيء مع الثقل. الجولة 25، الجولة اللي سبقت جولة تتويج القادسية باللقب. البداية يمكن كانت في مباراة القادسية وخيطان. القادسية كان يحتاج ل6 نقاط على أساس يحسم اللقب. القادسية دخل مباراة قدام خيطان وهو مطالب أكيد بالفوز. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله، مثل ما قلت هو مطالب بالفوز، واحنا قلنا القادسيه قاعد يحط كل مرات مع فرق النقط اللي فارق عن الكويت اللي هو الثاني، لكن قلنا احنا في الحلقات السابقه ان القادسيه قاعد يدش كل مباراه بحد ذاتها انها مباراه، ولا قاعد يفكر انه متصدر احمد، انه يحاول انه يطلع في البطوله هذه. يعني خلينا نقول برغم تاريخ انه حصل على خلينا نقول الدوري وبدون اي خساره، وهل قاعد نشوف ما فعلا مع القادسيه قاعد يعطي كل مباراه حقها بدون اي خساره وبدون اي تعادل ايضا. طبعا هذا انجاز يحسب للغاصية، يعني حق مجلس ادارته وحق الجهاز الاداري والجهاز الفني وايضا اللاعبين اللي احنا نتوسم فيهم ان شاء الله في المستقبل. هو شيء ما هو غريب على نادي الغاصية صراحه، فريق بطل وفريق دائما متعود، يعني هو معود جماهير على البطولات، وانه يحقق انجاز بطوله الدوري ولقب الدوري من غير اي خساره، فاعتقد هذا انجاز يعني يحسب لهم ولتاريخهم. دخل القادسيه قدام خيطان وهو بالمركز الاول ابو محمد، بالمقابل خيطان بالمركز ال12. اداء الفريقين يمكن كان واضح من خلال الشوط الاول، سيطره قد سويه، بالمقابل تراجع من نادي خيطان. عبد الله، خيطان يعني عارف شنو يعني عناصر نادي القادسيه، وعارف ان نادي القادسيه جاي المباراه هذه ومركز، انه يبي المباراه يعني خلينا نقول باي طريقه انه ياخذ 3 نقاط نادي القادسيه. فاعتقد القادسيه دش المباراه وهو مركز على المباراه، يبي ياخذ 3 نقاط بغض النظر من الفريق اللي قدامه، سواء كان خيطان او سواء كان الكويت المنافس له، لكن داش المباراه ومركز انه يحصل على 3 نقاط نفس مبارياته في الجولات السابقه، كان في كل مباراه هو مركز وحصل على المراد اللي يبيه، واعتقد ايضا باهداف عبد الله، مو بس يعني خلينا نقول بس يعني بدا وسجل هدف واحد، لكن لا سجل 5 اهداف، اعتقد انه شيء ينحسب لنادي القادسيه. الشوط الاول سجل بس هدفين. هدفين بحكم ان نادي خيطان عبد الله اكيد كان يعني متكتل في الدفاع، يعني عارف نادي القادسيه عارف يعني قوته الضاربه الهجوميه. اعتقد يعني مع اي فريق نادي القادسيه خلينا نشوفه او نادي الكويت في المراحل الاشبال دائما نشوفه في بدايه الشوط احمد انه يحاول يطلع بغى النتيجة في الشوط الأول، طلع متعادل يمكن هو ينتهز فرصة من هجمة يعني عكسية ولا شيء، يسجل هدف يحرج فيه الفريق الثاني، لكن كي يخلص ب 2-0 مثل ما قلت في الشوط الأول، أعتقد 2-0 هذه عبد الله أعطى أريحية لنادي القادسية إنه يدش الشوط الثاني وهو مرتاح بالنتيجة 2-0. طبعا الشوط الثاني 2-0، أنت متقدم بالشوط الأول، أعتقد يعني بينت نهاية المباراة. هو طبعا شوف، لكن قبل ما أقول لك عن الشوط الثاني، اللي يحسب أمانة لازم حنثني على الجهاز الإداري. كون انك انت تدش يعني وانت حاسم الدوري من اكثر من جوله، لكن انك انت تهيئ اللاعب وتهيئ الظروف وتعطي الحماس للاعب انه يلعب في اخر 6 جولات بنفس الاصرار ونفس التحدي، انك انت ما تنهزم، هذا دور الجهاز الاداري واضح ودور الجهاز الفني، خصوصا هالمرحله. يعني اخوي عبد الله هالمرحله تدري مرحله اللاعب بعده مو ناضج، لاعب ما يعرف شنو اللي له وشنو اللي عليه، ممكن يدش بالستار انا ضامن الفوز او ضامن الدوري، لكن في عمل واضح العمل من خلال اداء الفريق داخل الملعب، ان الفريق قاعد يدخل كل مباراه تكون يعمل حساب انه هي نهائي، قاعد يكون حريص على الفوز. مثل ما قال كابتن صالح، يمكن الشوط الاول طلع ب 2-0، هذا ما اعطاه يعني اريحيه انه يدش الشوط الثاني ويكون مرتاح وما يسجل اهداف. بالعكس، يعني شفنا القادسيه دائما الشوط الثاني مستواه قاعد يتطور ويرتفع ويحاول انه يزيد قله الاهداف، مثل ما شفنا لعبه خيطان طلع الشوط الاول ب 2-0، لكن الشوط الثاني استشهد وحاول وسجل 3 اهداف وختم المباراه ب5-1. فاعتقد يعني امانه الواحد يعجز عن شكر الجهاز الاداري والفني في هالمرحله تحديدا وفي فريق الاشبال الغاصيه، لانه فعلا وضح من خلال الاداء داخل الملعب انه قاعد يعملون وقاعد يقومون بدور جبار للفريق. اذا بنتكلم على اهداف ابو محمد هالمباراه،
مثل ما قلت عبد الله يمكن هدفين يو في الشوط الاول وثلاث اهداف في الشوط الثاني، مثل ما تفضل الكابتن احمد ان القادسيه دش الشوط الثاني ما تقول والله انها خلصت انتبهت نتيجه 2-0 وكان يعني خلينا نقول متعالي على النتيجه، لا دش المباراه الشوط الثاني ايضا ويحاول كثر ما يقدر يسجل اهداف وكل فرصه قاعد يستغلها من غير خلينا نقول النتيجه تكون 2-0 وانا متصدر، حتى لو تعادل حتى لو خسر انها نتيجه مو مهمه لي، لا كان مركز في المباراه، كان يحاول انه وما كان في استهتار احمد في الملعب، يعني جميع المباريات يمكن القادسية احنا قلناها من كم جوله هو يعني ماخذ الدوري، لكن ما كان في استهتار احنا شفناه في اي مباراه واي شوط بالامانه، سواء كان من فارق اثنين، فرق هدف، فرق اربعه، ما كنا نشوف فيه الاستهتار هذا، وهذا شيء ينحسب للجهاز الفني والاداري مثل ما تفضل حتى كذا صالح. يعني شوف الملاحظ يكون في مدربين كثر تحديدا بهالفتره هذه يقول لك ممكن انا اعطي فرصه حق اللاعبين حق البدلاء حق اللاعبين الاحتياط، لكن مدرب القادسية بالعكس خلى الفريق الاساسي هو اللي يلعب مع طبعا تطعيمه بعض اللاعبين الاحتياط، لان هذا اصرار انه هو يبي انجاز، يبي شيء يحسب له للتاريخ، اني انا خذيت الدوري من غير اي خساره من غير اي تعادل، واعتقد قدرنا يوصل حق مبتغاه وقدرنا يحقق انجاز لم يسبق له يعني في المراحل السنيه. اثنين على القادسية في المركز الاول، لكن ايضا الكويت في المركز الثاني مبتعد بفرق كبير عن المنافسين، نقول صاحب المركز الثالث والرابع. عبد الله يعني احنا تكلمنا قلنا يمكن من قبل ان الكويت والقادسيه كان يلحقهم اللي هو السالميه، لكن خلينا نقول بعد سحب النقاط من الكويت والسالميه، لكن الكويت ما تعطل، يمكن تعطل في الجوله الاخيره بس مع القادسيه، لكن ما تعطل، لكن السالميه يمكن تعطل في الجولات يعني بعد سحب النقاط. هم فريقين بالامانه كانوا يستحقون المركزين اللي هم فيه، فريقين يعني الشغل واضح من الجهاز الفني والإداري على الفريقين هذيلي، خاصة إن خلينا نقول لما تكلمنا احنا العام إن كان الكويت هو البطل والوصيف للقادسية، انقلبت الحين خلينا نقول انقلبت الآية صار القادسية هو البطل والوصيف هو نادي الكويت. أعتقد هذا عبد الله جهد جبار مو بس من الموسم هذا، أعتقد كان من المواسم السابقة. شغل مواسم العربي ما كان سيء خلينا نقول في الشوط الأول، العربي قدر إنه يجاري الكويت، لكن الشوط الأول انتهى للكويت بنتيجة 1-0. والله شوف احنا طبعا نقول العربي يمكن هالسنه تحديدا مقارنه بمستوى الموسم اللي فات، هالسنه العربي وايد افضل من الموسم اللي فات، احنا ما نلومه يعني يمكن الفريق في طي الاعداد قاعد يعدون فريق جديد، يعني قاعد نشوف اختلاف في وايد عناصر بالفريق. العربي مثل ما تفضلت ما كان سيء، لكن يبغى العربي ينقص الكثير عشان يوصل حق مستوى القادسية والكويت. طبعا انا يؤسفني انا كوني يعني يمكن انا واحد من ابناء النادي العربي، لكن هذا واقع لازم احنا نتكلم فيه بمنتهى الصراحه. اليوم العربي مستواه ما يأهل انه يكون هو بطل هالسنه، الموسم اللي فات واللي قبله العربي بعيد عن المنافسه كليا في المراحل السنيه. قد نشوف الفريق هذا نفسه في المستقبل في السنوات القادمه ممكن هو ينافس، لكن في الوضع الحالي والوقت الراهن اعتقد القادسية والكويت فارقين يعني بشكل بعيد وبشكل واسع عن باقي الفرق. الشوط الاول انتهى للكويت بنتيجه 1-0، قدر الكويت يسجل هدفين في الشوط الثاني، في المقابل العربي سجل هدف، خلصت للكويت 3-1. عبد الله مثل ما ينطبق على القادسيه في تركيزه في المباريات ينطبق ايضا على الكويت في تركيزه على المباريات، ايضا الكويت عبد الله خلينا نقول معنويا انه ما يبي يخسر اي مباراه، بيكون حتى لو يكون هو وصيف، لكن معنويا يكون يعني انا صرت وصيف بحكم ظروف اللي هو سحب النقاط، يعني اعتقد انه ما يبي يخسر اي مباراه، عشان لو باكر مثلا يقول خسر في اي مباراه من الجولات السابقه راح يكون هو وصيف، لكن وصيف خلينا نقول بشكل رسمي بحكم غير سحب النقاط، يعني اعتقد انه معنويا الكويت انه بيكون هو كوصيف، لكن ظروف اللي حصلت في خلينا نقول في القسم الاول اللي هو سحب النقاط، اعتقد الكويت ايضا مركز، واعتقد ايضا حتى الجهاز الاداري والفني مركزين على الشيء هذا وعلى الجهاز الفني والاداري على اللاعبين، ان انت مهما تكون انت العب وادي اللي عليك، واذا تعطل القادسية مع انه كان صعب انه فرق نقاط كثيره خاصه خلينا نقول في الجولات الاخيره، لكن معنويا ان الكويت ما يكون في المركز الثاني بحكم نتائج خساره مو نتائج ظروف صارت. العربي في المركز السابع في هاي الفئة، لكن لما ننزل يمكن لفئة البراعم نشوفها بطل الدوري. طبعا في اختلاف كبير بين البراعم، تدري انت البراعم ما يلعبون بنفس الطريقة 11 في 11، البراعم انت عارف يلعبون يعني بعدد اقل بوقت اقل بتكتيك يمكن مختلف. احنا طبعا احنا عملنا في هالبراعم وكونهم هم البطل في مرحلة البراعم هذا شيء يبشر بالخير حق الموسم الجاي. المرحلة هذه يعني السابع انت ممكن اذا في لاعبين راح يتمون للموسم القادم ممكن ان انت مع المجموعه اللي صاعده للبراعم ممكن تطعم فريق، ممكن يكون عندك فريق يشارك وينافس في الموسم القادم، لكن
بشكل عام العربي في عنده في السنوات الاخيره اخوي عبد الله في عنده مشكله في في في, في الصغار في القطاع الناشئين. جميل، ننتقل لمنافسات الجوله 26 واهم مباراه قبل اربع جولات من النهايه، القادسيه حسم لقب دوري الاشبال على حساب الكويت غياب. حسم نادي القدسية لقب دوري الأشبال لكرة القدم قبل أربع جولات من النهاية، وذلك بعد تفوقه على أقرب ملاحقيه نادي الكويت بهدف وحيد سجل في الشوط الثاني وجاء عن طريق المتميز فيصل العنزي، والذي استغل تباطؤ دفاع الأبيض في إبعاد الكرة مسددا كرة أرضية سكنت شباك الكويت. ورغم لجوء الفريقين للطرق الدفاعية والاعتماد على الكرات المرتدة، إلا أن تفوق لاعب القدسية فنيا منح الأفضلية للأصفر، والذي عرف كيفية استغلال النقص العددي والذي عانى منه لاعبو الكويت منذ منتصف الشوط الأول بعد طرد حكم اللقاء لاعب العميد عبد العزيز عاشور، ليحكم القدسية قبضته على أغلب أوقات اللقاء مصعبا المهمة على الكويت، والذي حاول العودة للقاء في أكثر من مناسبة، لكن دفاع الأصفر كان دائما في الموعد ليمنح فريقه لقب الدوري رسميا. قلت لك لي القادسية هارد لك لي الكويت، القادسية مثل ما قلنا قبل أن نطلع التقرير بطل للقب دوري الأشبال قبل نهايته بأربع جولات. ومحمد يعني مو بسهولة أنك تحسم اللقب قبل أربع جولات. الكويت يمكن ذكرت موضوع خصم النقاط، لكن الكويت خسر في مباراة الذهاب وأيضا في مباراة الإياب من نادي القادسية. صحيح عبد الله، يعني حتى مباراة يعني الكويت والقادسية في الجولة 26 يمكن حضرناها أحمد، يمكن توقعنا المباراة قمة بحكم أن الفريقين خلينا نقول هذا الثاني مهما صارت النتيجة وهذا بطل مهما صارت النتيجة، توقعنا نشوف مباراة مفتوحة، توقعنا نشوف مباراة بالأمانة ممتعة، لكن اللي شفناه عكس اللي توقعناه تماما. يعني عبد الله يعني شفنا مباراة فيها شحن من اللاعبين، واعتقد الشحن هذا أتى عبد الله أنه الكويت تفكيره ان انا الفريق الوحيد اللي خسرت القادسيه احمد، والقادسيه يقول لك وبالا ان ايضا انا ما خسرت، ايضا انا بطل الدوري ايضا لكن ما خسرت من منافسي نادي الكويت، لان المباراه كانت مشحونه، المباراه كانت مغلقه، فريقين لاعبين خلينا نقول بخطه دفاعيه ما شفنا يمكن اي اشياء تذكر في الشوط الاول، خلينا نقول كان دائما اللعب في وسط الملعب، الكور كانت على المرمى جدا قليله ما تذكر بالنسبه حق اسم الفريقين ومركزهم الاول والثاني. يمكن الفرص الضائعه والكور اللي ما كانت تذكر مثل ما ذكر ابو محمد سببها التوتر، خلينا نقول الفريقين القادسيه داشه بيحسم اللقب وعلى حساب ملاحقه الكويت، بالمقابل الكويت مثل ايضا ما ذكر ابو محمد انه ابي اصير الفريق الوحيد اللي فاز على نادي القادسيه. طبعا اتفق معاكم ابو محمد، لكن احنا من خلال مشاهدتنا شفنا بطوله داخل بطوله، يعني كان المباراه هذه بحد ذاتها كانت بطوله بين القادسيه والكويت، لكل واحد بيثبت علو كعبه على الاخر، كل واحد بيثبت اني انا البطل، انا اللي استحق اللقب. طبعا يعني ناهيك عن الاحداث اللي صارت للكويت، لكن كانت المباراه هي بطوله بالنسبه لهم، الكويت يبي يفوز على القادسيه عشان يثبت اني انا الاحق والاجدر باللقب، القادسيه بيثبت تحقيتها باللقب واني انا فعلا استحق اني انا اكون بطل الدوري واني انا احسم الدوري من قبل ما ينتهي باكثر من جوله، وكان هذا واضح من خلال الاداء، الشحن الزايد، اللعب يعني غلق المساحات، ما شفنا مثل ما قال كابتن محمد يعني ما شفنا الفرص، ما شفنا نادي الكويت بلعبه الهجومي، ما شفنا القادسيه بنغلاته، شفنا تحفظ، كنا الفريقين يعني يبي كل واحد بيخطف هدف من الثاني بشكل سريع مفاجئ، وبالتالي ما شفنا مهارات، ما شفنا فنيات، حتى ما شفنا يعني فرص ان الواحد يذكرها في التحليل. يعني يمكن الضغط اللي على الفريقين ادى الى طرد الشوط الاول،
بالضبط عبد الله، مثل ما قلت ومثل ما تفضلت ان الضغط بالبدايه يعني والشحن هذا ايضا اللي هو ما اعطانا المستوى اللي كنا نطمح له وكنا بنشوفه، يعني انه توقعنا راح تكون مباراه مفتوحه بحكم ان الفريق الاول وهذا الفريق الثاني، مهما تكون النتيجه توقعنا راح نشوف مباراه ممتعه، لكن المباراه ما كانت بالامانه ممتعه في الشوط الاول. الطرد اتى في اخر شوط الاول، يعني صراحه يعني مفروض اللاعب عبد العزيز عاشور يعني من لاعب نادي الكويت انه طرد ما له داعي احمد، يعني يمكن عمل حركه هو مع اللاعب في برا الملعب، يعني بعد ما يعني اشترك مع اللاعب وخرج برا الملعب يعني وشاف ايضا حكم الرايه وهو اللي استدعى حكم الساحه وعطى طرد، وكان الطرد بالامانه مستحق بحكم التصرف اللي عمله. يعني اعتقد يعني حتى الطرد هذا احمد عبد الله يعني كان يدل ان كانت المباراه مشحونه من بدايتها، يعني ولو ما ينطرد لاعب في مباراه نفسها المهمه مو تقول والله اندارين احمد اول ضرب كره، لا يعني بعمل يعني حركه، فاعتقد انه مثل ما تفضلت المباراه كانت مشحونه وهذا اللي ادى على الطرد. الطرد رجح كفه القادسيه في الشوط الثاني، كونا كان كامل بالمقابل خصمه الكويت كان ناقص لاعب. طبعا بلا شك فريقين بهالحجم بهالعناصر بهالقوه اكيد نقص لاعب بالنادي الكويت اكيد راح ياثر، خصوصا انك قاعد تواجه البطل يعني، والبطل ب 11 لاعب لما يواجهك بهالمباراة وانت منقوص لاعب، فاعتقد هذا بلا شك راح ياثر على مستواك على 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 ادائك داخل الملعب. لكن هم يحسب نادي الكويت انه رغم الطرد لكن ما يعني رغم انه منقوص بالعدد ولعب بنقص لاعب لكن ما سجل عليه نادي الغاسية او ما اعطى فرصه ايضا ان نادي الغاسية يتحكم في زمام المباراه بشكل كبير يعني انه يسجل اكثر من هدف، فاعتقد هم تحسب لنادي الكويت النقطه هذه. شلون كان القادسيه في الشوط الثاني بما ان كابتن احمد موسى تكلم عن الكويت في الشوط؟ القادسيه خلينا نقول عبد الله كان نوعا ما افضل من الشوط الاول، يعني حتى هو كامل احمد في 11 لاعب الكويت ناقص لاعب حتى في بدايه الشوط الاول لين نهايه الشوط الثاني عفوا، نوعا ما افضل من الشوط الاول. ما اقول لك والله المباراه لا افتحت لنادي القادسيه واستغل النقص، لا ما استغل النقص، بالعكس الكويت شفنا جاره نادي القادسيه احمد في وهو منقوص لاعب في الشوط الثاني، ما اعطى مساحات ما اعطى فرص ايضا كثير نفس ما كان في الشوط الاول لنادي مثل ما كان كامل ما كان في فرص كبيره في الشوط نفس ما كان في الشوط الاول. القادسيه استغل انفراد اللاعب فيصل العنزي لاعب سريع لعبه الكره خلف المدافعين، واستغل سرعته اللاعب فيصل عنزو وانفرد بالحارس وسجل الهدف الاول، واعتقد هني الكويت خلينا نقول تحرره شوي من المنطقه الدفاعيه شوي، يبي يعيد النتيجه احمد اللي 1-1 مع اندفاع نادي الكويت. عبد احمد ما شفنا ايضا القادسيه استغل اندفاع نادي الكويت، وشفنا مثلا بالهجمات العكسيه المرتده او الهجمات الخطر اللي كانت في الشوط الثاني، يمكن كانت في هجمه ثانيه للاعب ايضا نفسه فيصل العنزي سددها عن طريق عرضيه وسددها خارج المرمى، اعتقد هذه الهجمه الثانيه الوحيده تنذكر في الشوط الثاني. الحين اذا بنتكلم عن مرحله ما بعد حسم اللقب، القادسيه حسم اللقب وقبل النهايه الحين يمكن مع نهايه هالجوله باقي ثلاث مباريات او مباراتين للقادسيه، شنو ممكن راح يسوي الفريق؟ والله شوف يعني القادسيه بلا شك يعني الحين هذا يعود للجهاز الفني، ممكن يعطي فرصه للاعبين اللي ما شاركوا، اللاعبين اللي كانت مشاركاتهم قليله، ممكن لا ممكن يستمر انه يبي يحسم الدوري وهو باستمرار الصداره بالفوز، يعني اقصد انه يجمع اكثر نقاط، لانه تدري انت عدد النقاط هذا يحسب له للتاريخ يعني السكور حقه اني انا والله خليت الدوري بالسنه الفلانيه بعدد من النقاط. لكنه بواقع الحال يفترض ان اللاعب ان المدرب يعطي فرصه للاعبين اللي ما شاركوا، طبعا ما نقول لك غير 11 لاعب وهذا شيء يعني مو صحيح ان انا اشيل 11 واحط 11، لكن انت تطعم الفريق الاساسي بثلاث اربع لاعبين انا تعطيهم فرصه توقف على مستواهم، عندك لاعبين يمكن انت ما تعرف مستواهم الفعلي داخل الملعب كنت تشوفهم بالتمرين، فاعتقد هذا ممكن فرصه للمدرب. يعني شلون كان دور المدرب خلينا نقول كابتن احمد نخله في هذا الانجاز؟ طبعا بلا شك هو له، انا بوجهه نظري هو له الدور الابرز والاول، ان انت ان كابتن احمد نخله يعني احنا مسي عليه من خلال البرنامج، طبعا دوره واضح ان انت تتصدر ومعاك فريق ملاحظك وفي تقريبا مقارب لمستواك وتحسم الدوري في ثلاث او باقي ثلاث جولات من الدوري، هذا انجاز يحسب لك، يحسب للكابتن احمد نخله، عرف انه شلون يوظف لاعبينه، عرف شلون يحط التكتيك للاعبين، عرف انه شلون يعرف يقرا الخصوم، احنا كنا نشوف كل المباريات الغاسيه كان يلعب بتكتيكات مغايره بخطط مغايره، مدرب صراحه يعني احنا نشيد فيه، مدرب عرف انه يحقق انجاز غير مسبوق للنادي الغاسيه صراحه. كابتن صالح شنو المطلوب من الكويت بقياده مدربه كابتن عادل فاضل ومساعده كابتن عبد العزيز خزيم من خلال المراحل؟ يعني
يمكن كابتن عادل فاضل ما يقل شأن خلينا نقول عن كابتن احمد نخله بالامانه. يعني لا يعني كابتن يعني مدرب مجتهد، مدرب طور من الفريق. اعتقد انه في المراحل القادمه عبد الله اعتقد ايضا الكويت فارق عن نادي سالمي اللي هو في المركز الثاني والساحل. اعتقد انه اعتقد الحين تفكيرهم كله راح ينصب على بطولة الكاس، ما راح يعني يفكرون في الدوري، لكن معنويا انه ما يبي يخسر في المباراة القادمة بحكم انه لا يدش الكاس وهو خسران في جولات اخر جولات في الدوري. جميل، راح نطلع فاصل. هذا الفاصل اهداء من استاف برنامج اجيالنا لاشبال القادم. بدعت والله يا بطل، بكيت يا الاصفر عيون، الكاس ما له الا انت خليتهم في يحلمون. بدعت والله يا بطل، بكيت يا الاصفر عيون، الكاس ما له الا انت خليتهم في يحلمون. استاذ منك نستفيد يا الاصفر حبيبي، الله استاذ منك نستفيد يا الاصفر حبيبي، وحديد يا الاصفر حديد يا الاصفر حديد. وصلنا لمنافسات دوري الناشئين والجولة 24. يمكن جولة أو دوري الناشئين يختلف تماماً عن دوري الأشبال. هني في منافسة قوية على لقب بين القادسية والكويت، وأيضاً منافسة على المركز الثالث بين الشباب والساحل والنصر. ومحمد، دوري وصل لمراحل متقدمة لكن المنافسة قاعد نشوفها قوية. صحيح عبد الله، قويه. خلينا نقول بين الفريقين الاول والثاني، القادسيه ب 62 نقطه والكويت في 60 نقطه، لكن خلينا نقول الثالث بعيد عنهم عبد الله ب 47 نقطه اللي هو نادي الساحل. واعتقد ان الجوله هذه يعني خلينا نقول الفئه هذه فئه ناشئين باجي تقريبا اربع مباريات على الجوله، يعني تقريبا 12 نقطه. اعتقد ان الفريقين سواء القادسيه او الكويت راح يكونوا حذرين في الجولات القادمه، لان اي خساره احمد صعب انك تعوضها عبد الله بحكم انه ما في مباريات كثيره، يعني اربع جولات هي وهي راح تكون حاسمه في الجولات القادمه. انحصرت المنافسه بين هالخمسه، القادسيه والكويت على المركز الاول وايضا الباقي على المركز الثالث. هو طبعا الحلو، طبعا احنا اذا نتكلم عن المركز الاول خلاص هو على قولتك محسوم بالنسبه للقادسيه والكويت ان المنافسه بينه، لكن الحلو انه نشوف مثلا نادي الساحل، نادي الجهره، نادي النصر انه قاعد يتنافسون على المركز الثالث، ونشوف هالمنافسه انه ما انحسمت حق فريق معين او فرق، لا نشوف ما زالت المنافسه منحصره بين هالثلاث فرق. لكن بما يتعلق بالكويت والقادسيه طبعا هذا شيء كنا متوقعين احنا من بدايه الموسم انه راح تكون المنافسه ما بين هالفريقين، وفعلا هذا احنا اليوم في الجولات الاخيره يعني متبقي يمكن مثل ما قال محمد اربع جولات، ونشوف انه فرق النقطتين يعني ما زال متواجد بين هالفريقين. فاعتقد الجولات اللي راح تكون وايد صعبه على الفريقين، وايد يعني فيها حذر، فيها صعوبه، فيها شد بالنسبه لنادي القادسيه ونادي الكويت، لان اي خساره يعني اعتقد راح تكون صعوبه ان الواحد يعوض فيها. جميل، البدايه راح تكون في قمه الجوله ال 24، الشباب هزم الساحل في ديربي الجنوب. ضمن منافسات الجولة 24 من دور الناشئين، التقى الساحل على ملعبه خصمه الشباب في لقاء الجنوب، إذ يسعى الساحل للفوز والتمسك بالمركز الثالث، فيما يحاول أبناء الشباب عدم خسارة أي نقطة. اللقاء ينطلق بشكل سريع، فبعد مرور 10 دقائق سجل الشباب الهدف الأول عن طريق اللاعب علي حمود. بعدها حاول الساحل العودة للمباراة، لكن الشد العصبي غلب على اللاعبين لتضيع أكثر من فرصة، حتى سجل فارس الميع هدف التعديل في آخر دقائق الشوط الأول. فرحة السحلاوية لم تستمر طويلاً، ليعود الشباب بهدف عن طريق نايف العجمي لينهي الشوط الأول متقدماً.
أما في الحصة الثانية والتي بدأت بهدف ثالث للشباب في الدقائق الأولى عن طريق محمد ثامر، هذا الهدف أعطى الأفضلية للضيوف، فيما كان المضيف يحاول العودة للمباراة، لكن بسالة حارس الشباب فيصل العتيبي حالت دون ذلك، فقد كان نجم الشوط الثاني في إبعاد أكثر من كرة خطرة ليتفوق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف لينعش أماله للظفر بالمركز الثالث. قلت لك لنادي الشباب هارد لك لنادي الساحل بالمراحل يمكن الأخيرة والجولات الثلاثة والأربعة اللي طافوا شفنا مباريات قوية لنادي الساحل، لعب ويا نادي الكويت وأيضا لعب ويا نادي القادسية، خسر من الكويت خسر من القادسية، اليوم لعب أو في هذه الجولة لعب ويا الشباب وخسر أيضا من الشباب. يعني خلينا نقول الساحل صادف ثلاث جولات كانت قوية عبد الله، لعب مع المنافسين ولعب مع المنافس اللي هو منافسه هو اللي هو نادي الشباب اللي هو المركز الرابع، مركز الرابع. اعتقد يعني عبد الله الساحل يعني في المباراة هذه كان ناوي انه يبتعد بالمباراة هذه انه يحصل الفوز ويبتعد عن منافسه اللي هو نادي الشباب اللي هو في المركز الرابع، كانت عين يمكن على الثلاث نقاط، وايضا عبد الله الشباب كانت نفس الشيء، كان طموحه الثلاث نقاط وتغريب النقاط وتغليص النقاط بينه وبين نادي الساحل. ضغط المباريات الصعبه خلينا نقول المتتاليه اثر على نادي الساحل بلا شك طبعا، يعني انت لما تلعب مع البطلين ان صح التعبير الاسيوي والكويت وتجي تلعب مع منافسك اللي قاعد ينافسك بنفس الترتيب ويعتبر انه متغارب معك في المستوى، فاكيد هذا اثر على 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 على, على اللاعبين، على ايضا حتى الجهاز الفني يكون ساعات في المرحله يكون في حيره، هل يريح لاعب؟ تدري انت الضغط هذا صار ضغط هم على كابتن سعد بنيه. اكيد بلا شك اكيد، يعني احنا طبعا نمسي عليه الكابتن سعد يعني انه يعطيه الف عافيه انه قادر انه يواصل بالفريق يعني ويعطي النتائج هذه، لكن الضغط احنا نعذره على الضغط اللي صار انك تلعب مع الغاسية وتلعب مع الكويت وترجع تلعب مع الشباب اللي هم متغارب معك في المستوى، فبلا شك يعني الخساره هذه يعني احنا نلتمس العذر فيها. بالمقابل كابتن عيد ثابت يعني بالفتره الاخيره او الجولات الاخيره خلينا نقول من بدايه القسم الثاني مر الشباب في ظروف ادت الى يعني رجوع يمكن للمركز الخامس او السادس، نوعا ما الشباب بدا يستفيد. صحيح عبد الله، يمكن في الجولات اللي كانوا بعد وقفة العطله الربيعيه يمكن رد الشباب خسر فيها نقاط، يمكن جولتين او ثلاث جولات خسر فيها النقاط كلها، ابتعد خلينا نقول وصل للمركز الخامس، لكن خلينا نشوف الحين اعتقد انه رد لمستواه وعافيته وقاعد يحقق، وان طموحه اعتقد ان نادي الشباب طموحه انه يكون في هو في احد المراكز الثلاثه الاولى، طبعا نحن ما نتكلم عن الاول والثاني، نتكلم على طموح انه يكون في المركز الثالث. الشوط الاول انتهى 2-1 لنادي الشباب، استمر الشباب افضليته في الشوط الثاني. بلا شك هذا يدل ان نادي الشباب كان جاي ومحضر تحضير جيد للمباراة، جاي وعين على ثلاث نقاط، بالمقابل قابله نادي الساحل اللي يعني كان شوي مهزوز من الخسائر اللي هو جاي منها من الجولات السابقه، هذا عطى افضليه لنادي الشباب داخل الملعب، اريحيه اكثر حتى في الحركه اخوي عبد الله، يعني كان نادي الشباب تحرك اللاعبين تحس ان اللاعبين ما فيهم ثقل، يعني عكس نادي الشباب كنا نشوف فيه ثقل، ما هو قصوره لاعب نادي الشباب، لكن في هالمباراه تحديدا نادي الساحل ما طلع بالصوره اللي احنا متوقعينها منه، كونه كان غريب المنافسه على مع الفرق الكبيره، نادي الشباب كان له الافضليه خلال مجرى الشوط الاول، وطبعا وترجم هالافضليه من خلال تسجيل الهدفين. الشباب تفوق خلينا نقول في الشوط الاول بالنتيجه، توقعنا الساحل يعني بالشوط الثاني نوعا ما يبادر لتقليل النتيجه بحيث انه يتعادل او يقدر يتقدم على الشباب، لكن لاحظنا ان الشباب قدر يقول الثالث ويبتعد بالنتيجه ويضمن المباراه. مثل ما قال كابتن احمد يمكن يعني الشباب كان مركز في المباراه هذه انه بحكم انه يبي المباراه يغلص الفارق بينه وبين نادي الساحل. عبد الله بدات المباراه مثل ما قال احمد، بدات المباراه سريعه، يمكن اول 10 دقائق سجل الهدف اللاعب علي حمود لاعب نادي الشباب، في اول 10 دقائق سجل الهدف 1-0، رد الساحل سجل وعاد للمباراة، سجل عن اللاعب بطريق فارس الميع تعادل، لكن خلينا نقول التعادل هذا ما دام كثير احمد، رد وسجل اللاعب نايف العجمي للشباب مثل ما قلت عبد الله، انتهت نتيجه الشوط الاول 2-1. الشوط الثاني عبد الله توقعنا ان الساحل انه يرد لمحاوله التسجيل في
في نادي الشباب، وهذا بالامانه اللي شفناه يعني الساحر رد في الشوط الثاني، لكن تالق حارس نادي الشباب فيصل العتيبي اعتقد له كان دور كبير يعني ان نادي الشباب خرج من النتيجه هذه. محاولة نادي الساحل كانت كثيره في الشوط الثاني، لكن تالق اللاعب حارس مرمى فيصل العتيبي هو خلينا نقول اللي رجح كفه نادي الشباب على نادي الساحل، ومما اضاف نادي الساحل الهدف خلينا نقول الفارغ اللي هو عن طريق لاعب محمد ثامر الهدف الثالث، اعتقد اعطى اريحيه هني احمد نادي الساحل نادي الشباب. كانت الخطوره ب 2-1 احمد، لكن لما صارت نتيجه 3-1 اعتقد ان هني اعطى اريحيه نادي الشباب. الساحل بالرغم انه خسر المباراه لكن ظل في المركز الثالث. الساحل اعتقد بقياده الجهاز الفني لازم يرد لوضعه بحيث انه يحافظ على هالمركز لنهايه الدوري. طبعا هو بلا شك ان الساحل لازم يعيد ترتيب اوراقه، الكابتن سعد يعني لازم يعيد ترتيب اوراقه. نشوف يمكن معاك راح نعرف الجوله الجايه راح يلعب الساحل مع فريق ممكن انه هذا الفريق يكون نوعا ما بعيد عن الترتيب، بعيد عن المنافسه، ممكن يحصل بثلاث مع التضامن. مع التضامن صح. نعم يعني فريق يعني احنا مو ما هو قصرنا بنادي التضامن، لكن احنا عارفين نادي التضامن بعيد عن المنافسه اسهل من نادي الشباب بالنسبه لنادي الساحل. فاعتقد نادي الساحل ممكن يعني هالفرق اخوي عبد الله ساعات يحتاج فوز عشان يصحى الفريق من 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 جديد يعني عرفت. فاعتقد الكابتن سعد الضميد عارف وضع فريقه وعارف مستوى لاعبينه. المباراه الجايه هي راح تكون يعني عوده الروح لنادي الساحل. ننتقل للمباراه الاخرى، الكويت يواصل منافسه على اللقب بفوزه على الجهراء في هذا التقرير. التقى ناديا الكويت والجهراء ضمن منافسات الجولة 24 لدور الناشئين، ويسعى الكويت ثاني الدوري إلى الاستمرار بملاحقة القادسية المتصدر بفارق نقطتين ومضاعفة الضغط عليه في الجولات الأخيرة، بينما يحتل الجهراء المركز العاشر في ترتيب دور الناشئين برصيد 26 نقطة. اتسم الشوط الأول بالندية والتكافؤ النسبي، حيث استطاع الكويت أن يسجل هدفين عن طريق لاعبيه عبدالله المطيري وأيوب الشمري، بينما سجل عبدالله عقيل هدف الجهراء الوحيد، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين لواحد لصالح الكويت. وفي الشوط الثاني ظهر واضحا إصرار الكويت على حسم النتيجة لصالحه بتسجيل مهاجمه أيوب الشمري للهدف الثالث في الدقيقة الثامنة برأسية جميلة إثر ركلة ركنية احتسبت لصالح الكويت من على يمين مرمى الجهراء. واستمر ضغط الكويت على مرمى الجهراء ليسجل لاعبه محمد العلي في الدقيقة 18 من هجمة عكسية مررت فيها الكرة سريعاً لينفرد بها ويسكنها في شباك مرمى الجهراء معلنا تسجيل هدف الكويت الرابع. ومع تقدم الوقت في الشوط الثاني بدا التعب على لاعبي الجهراء، واستغل الكويت تفوقه البدني في زيادة استحواذه على الكرة وخلق المزيد من الفرص الخطيرة، والتي أثمرت بالهدف الخامس لصالح الكويت في الدقيقة 33. وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة إثر تصدي حارس الجهراء عبدالله عباس لضربة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 39 لصالح الكويت، والتي حاول متابعتها لاعب الكويت فواز الرشيدي، ولكنه التحم بقوة مع حارس الجهراء عبدالله عباس وتسبب في شد أعصاب لاعبي الفريقين، وتطورت الأمور باتجاه سلبي واضطر حكم المباراة إثر المشادة التي حصلت إلى طرد لاعب الكويت فواز الرشيدي ولاعبي الجهراء عبدالله عقيل وبدر العنزي. واستكملت المباراة بعد توقف بسيط ليحتسب حكم المباراة ضربة جزاء ثانية لصالح الكويت في الدقيقة 49 بعد عرقلة لاعبه من قبل لاعب الجهراء ضار الخالدي، والذي استحق الطرد بعد نيله للإنذار الأصفر الثاني. وانبرى لاعب الكويت مبارك الشمري لتنفيذ ضربة الجزاء، واستطاع من خلالها أن يسجل الهدف السادس لصالح الكويت بعد تسديدة قوية في يمين مرمى الجهراء، لينتهي اللقاء بسداسية كويتاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب الله يعافيك. مثل ما قلت يعني يمكن الجهر لياقتهم مو نفس لياقتنا، والاحداث اللي صارت صراحه يعني احنا متعودين نشوف فريق اول ما شو مو تحت مرحله سنيه مثل 17، فماكو شيء جديد. واللي اختلف ان الشوط الثاني صلحنا، قدرنا نصلح اغلاطنا اللي بالشوط الاول طبقناها بالشوط الثاني وشفت النتيجه انعكست. يعني هل الاحداث المؤسفه كانت بسبب الاعصاب المشدوده من قبلكم ام من قبل الجهره؟ يعني انتوا كنتوا فايزين ومتقدمين والمراحل الاخيره من الدوري، فشنو سبب شد الاعصاب؟ لا طبعا من الجهره، انت شفت كم النتيجه، ف يعني حتى المشكله ما لها داعي، بل انت تابعها لاعبنا ويمكن حتى ما حاج قولتهم والله ما شفتها، بس يعني مثل ما قلت لك شد اعصاب من الجهره، يعني النتيجه شوي زادت فرقت، فيمكن هذه سبب المشكله اللي صارت. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني والله قدمنا يعني الشوط الاول الحمد لله، وفقنا الله ركزنا الشوط الاول، صح نفتقدنا التركيز اول 10 دقائق وهذا، لكن الحمد لله قدمنا شوط ممتاز. الشوط الثاني مثل ما انت عارف يعني شفت الاشياء الاحداث اللي صارت في المباراه، طرد وهذا، ما قدمنا. اول ما سجلوا الهدف الثالث تقريبا انهار شوي، فقد التركيز مره اخرى، سجلوا اهداف علينا عديده الحمد لله. حول الاحداث اللي صارت اثرت على الفريق خصوصا الجولين الاخيرين الحمد لله. هل الأحداث المؤسفة كانت بسبب أن تلقيتوا الأهداف وأن كان في يعني أعصاب من طرفكم سبة النتيجة أنها زادت وكان يعني أثر عليكم، أثر على نفسياتكم؟ أول شيء الأعصاب كمية كانت مشدودة بعد البلنتين، لاعبهم طق حارسنا تلفظوا عليه بالفاط، يعني ما أقدر أقولها مثل ما تشاهد، يعني أكيد ربع بيوخرونا وصارت الأهداف عادة. قلت لك للكويت هارد لك للجهرة، فوز ثقيل للكويت ونتيجة أيضا ثقيلة 6-1، مباراة كانت من طرف واحد. صحيح عبدالله، يعني يمكن اللي يشوف الشوط الأول يمكن خرج نتيجة 2-1 ما يقول نتيجة إن انتهت 6-1، لكن مثل ما قلت يعني نتيجة ثقيلة لنادي الجهرة تنحسب لنادي الكويت أيضا عبدالله النتيجة. يعني مثل ما قلت الكويت ما بيفرط في ملاحقة نادي الغاسية بحكم فرق نقطتين، اعتقد انه كان يستحق لمباراة نادي الكويت بالنتيجة هذه. الكويت كان متسيد 90 دقيقة. طبعا يعني لو نشوف ترتيب الفرق اعتقد نادي الكويت هو كانت هذه الأفضلية يعني واقع بالنسبة له، انه الفريق قاعد ينافس ويبي يلاحق المتصدر، ما يبي مثل ما قال كابتن صالح ما يبي يفرط بأي نقطة، يبي يحسم المباراة بشكل مبكر. وان كان يعني تفاجئ ان احنا طلع الشوط الاول ب 2-1، لكن جاء بالشوط الثاني وصلح اموره وقدرنا نسجل 4 اقوال وحسم المباراه بشكل ممتاز. نتكلم عن الاهداف. عبد الله نتكلم عن الشوط الاول، يمكن يعني الفريقين دشوا المباراه وكانت مباراه بالامانه سريعه، يعني الفريقين كانوا احمد يبون يسجلون. الجهره خلينا نقول تحسين صورته بحكم انه في المركز العاشر، لكن دش الشوط الاول يبي يحسن الصوره اللي هو عليها في الشوط الاول. سجل الكويت خلينا نقول هدفين عن طريق اللاعب عبد الله المطيري وايوب الشمري، وسجل هدف للجهره عن اللاعب طريق اللاعب عبد الله عقيل. خرجت الشوط الاول في النتيجه عبد الله 2-1. اعتقد يعني كانت نوعا ما الشوط الاول كان يعني خلينا نقول في احداث، الجهره كان خلينا نقول يعني منافس لنادي الكويت، ما كان معطيه اريحيه له ولا كان هو متكتف في خلينا نقول في الدفاع، بالعكس كان يبي يحسن الصوره نادي الجهره في المباراه هذه. الشوط الثاني عبد الله يمكن بدا الكويت فرض سيطرته بحكم النتيجه 2-1، احمد نتيجه تخوف مو مطمئنه بحكم انه فريق متصدر، يعني فرض سيطرته نادي الكويت في الشوط الثاني. عاود ايوب الشمري سجل الهدف الثالث للكويت في بدايه الشوط الثاني في الدقيقه 8. اعتقد هنا احمد يعني خلينا نقول قتل طموح نادي الجهره الهدف هذا في اول دقائق في الشوط الثاني. بعدها الكويت ما هدى، احمد استمر بالضغط، استمر انه يبحث عن الهدف زياده في الاهداف، ما خلينا نقول ما عطى الجهره فرصه انه يعود للمباراه مره ثانيه. الهدف الرابع اتى عن طريق اللاعب محمد علي بعد 10 دقائق من الهدف الثالث، عن طريق هجمة عكسية وانفرد فيها اللاعب محمد علي وسجل الهدف الثالث. عفوا كابتن صالح مقطع كلامك، بس اتفق معي ان النتيجة هاي تنعكس ان نادي الجهرة فتح اللعب مع نادي الكويت، وبالتالي احنا يمكن في حلقات سابقة وفي جولات سابقة كنا نذكر دائما
ان انت نادي الكويت نادي القادسيه اذا انت تبي تجاريهم راح تاكل 5 اقوال و6 اقوال والكلام هذا. احمد قلت لك يعني الكويت ما عطى الجهر انه يعود بحكم انه سجل باول 8 دقائق في الشوط الثاني سجل هدف الثالث. اعتقد يعني صدم الجهره في الشوط هذا، اعتقد انها بعدها انهار نادي الجهره وسجل مثل ما قلت محمد علي الهدف الثالث. رد اللاعب فواز الرشيدي في الدقيقه 33 سجل الهدف الخامس. اعتقد ان هني مثل ما حدث مع مباراه الشباب القادسيه مع السالميه اللي على ملعب السالميه 8-0 اعتقد انتهت. صحيح. مثل ما فتح الملعب مع السالميه اعتقد هني الجهره حصل معاه نفس الشيء في مرحله الناشئين انه فتح الملعب وسيطرت نادي الكويت على المباراه. اعتقد هذه اللي اعطته افضليه. والاهداف احمد اللي 8 دقائق، دقيقه 18، دقيقه 33، فاعتقد كانت يعني متغاربه مو بعيده عن بعض لين خلينا نقول في اخر الشوط الثاني سجل اللاعب مبارك الشمري الهدف الاخير عن طريق ضربه جزاء. وايضا اضاعوا نادي الكويت اضاعوا قبل الهدف السادس اضاعوا ضربه جزاء وحصلت خلينا نقول شوي يعني مشاده بين اللاعبين بحكم فواز الرشيدي تابع الكره اللي كان صادها حارس المرمى عبد الله عباس لكن دخل عليه بطريقه قويه وحصل في طرد للاعبين لنادي الجهره واللاعب فواز الرشيدي من لاعب الكويت. لكن خلينا نقول كانت المباراه منتهيه بنتيجه 5-1 يعني غلط يعني ما كان لها يعني طرد اللاعبين واللاعب ما كان له تاثير خاصه كانت في اخر الشوط يعني مو صحيح. المباراه كانت يعني من نتيجتها محسومه لصالح نادي الكويت. الجهره غلط لما فتح اللعب مع نادي الكويت بالشوط الثاني. طبعا طبعا هو الجهره يمكن نتيجه الشوط الاول اعطتها طموح او اعطتها يعني نقول خدعته 2-1 قال لك انا قادر اني انا اجاري نادي الكويت. دخل الشوط الثاني ويبي يفتح اللعب ويبي يهجم ويبي يعوض الجولين اللي دشوا عليه وكونه هو كان مسجل هدف قال لك انا ممكن اتعادل. لكن هذا يعني خلاه مثلا انه يتقبل او ياخذ المرمى 4 اقوال الشوط الثاني. ويمكن احنا شفنا جول مثل ما قال محمد الجول الثالث والرابع يو دائما هجمات مرتده وهجمات سريعه كون انه كان دائما نادي الجهره مو متكتل ما هم مسكر منطقه الدفاع لا يلعب لعب مفتوح قاعد يحاول يهجم. ونادي الكويت عنده العنصر عنده عنصر مفاجاه عنده لاعبين اسراع عنده لاعبين مهاريين وتجي تلعب معاهم بهالطريقه فشيء طبيعي راح تاخذ 3-4 اقوال يعني. جميل نتكلم عن باقي المباريات ونتائج باقي مباريات الجوله 24. فاز التضامن على اليرموك بنتيجه 5-2 وايضا فوز السالميه على العربي 4-2 وفوز الفحاحيل عفوا فوز النصر على الفحاحيل 3-2 واخيرا فوز القادسيه على الصليبيخات او انسحاب الصليبيخات من القادسيه وانحسبت النتيجه بفوز القادسيه 3-1 مو اخيرا بقى مباراه بعد فوز خيطان على كاظمه بنتيجه 4-3. راح نطلع فاصل ومن بعد الفاصل ننتقل الى منافسات دوري الشباب. وصلنا لمنافسات دوري الشباب ومنافسات الجولة 21. أيضا القادسية والكويت الدوري ما انحسم فرق النقاط يمكن 3 نقاط بين القادسية المتصدر والكويت صاحب المركز الثاني. كل شيء ممكن يتغير في الجولات القادمة. في هذه الجولة تحديدا القادسية فاز والكويت فاز. صحيح عبد الله. وايضا ما ننسى العربي يعني في المركز الثالث 52 نقطة ايضا مو بعيد عن المنافسة بحكم انه في الجولة 21 احنا للحين في جولات يعني قادمة. لكن اعتقد يعني القادسية والكويت ما راح يفرطون احمد يعني في النقاط والعربي انه يقرب لهم. العربي هو خلينا نقول يمكن خسر نفسه بنفسه في الجولات الأولى كان هو المتصدر لكن في نقاط خسرها هو اللي نزل للمركز الثالث. مثل ما تفضلت عبد الله انه هم نتكلم بين القادسية والكويت وايضا انه ما انحسمت الامور في مرحلة الشباب 3 نقاط واحنا في الجوله 21 يعني باقي لنا كذا جوله فاعتقد ان الخطا ممنوع في الجولات القادمه للفريقين. العربي ممكن يدش بالحسبه يعني ابو محمد ذكر العربي. العربي المركز الثالث بينه وبين الكويت 3 نقاط وايضا بينه وبين المتصدر القادسيه 6 نقاط. تعتقد انه ممكن
يفرطون في النقاط القادسية والكويت؟ والله شوف، من ناحية إنه ممكن يفرطون هذا أعتقد شيء يعني صعب، إن نادي القادسية أكيد أكيد عينهم يعني نادي القادسية عينه على الكويت والعربي، لكن الـ 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 الأصعب بالنسبة لنادي الكويت، لأن نادي الكويت في وضع أصعب من نادي القادسية. يعني القادسية هو مبتعد 3 عن الوصيف ومبتعد 6 عن الثالث، لكن نادي الكويت قاعد يحاول يلحق بالمتصدر، قاعد يحاول يبتعد عن المركز الثالث الملاحق. فاعتقد نادي الكويت وضعه اصعب، لان اي خساره لنادي الكويت او اي تعادل وفوز العربي راح يقرب العربي عليه. مثل ما تفضلت، نادي العربي مو بعيد عن الصداره، قادر نادي العربي صراحه انه 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 إن يعني يحافظ على هالمركز او انه يتقدم، وخصوصا نادي العربي مثل ما قال محمد هو اللي خسر نفسه صراحه. البدايه واول تقرير راح يكون القادسيه مع الفحاحين في صراع الصداره بالنسبه للقادسيه. مباراة من الجولة 21 لدور الشباب، والتي جمعت نادي القادسية بنادي الفحاحيل الرياضي على استاد محمد الحمد. ومع انطلاقة المباراة فرض القادسية سيطرته على الاستحواذ والتقدم باتجاه مرمى الفحاحيل الذي كان متكتلا في منطقته ويعتمد على الكرات المرتدة. فحاول القادسية مبغتة خصمه بالفرص الخطرة، ومنها عرضية سالم البريتشي في الدقيقة 13 لصالح حيد الرشيدي، والذي سددها بدوره قوية لتصطدم بدفاع الفحاحيل ويتحول مسارها خادعة حارس المرمى، ولكنها مرت خارج الملعب بجانب القائم الأيمن. وعاود القادسية التهديد ليسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 20 من كرة سريعة انطلق بها سيد عبدالله الموسوي من جانب اليسار، وسددها سريعة أرضية من حدود منطقة الجزاء ليسكنها قوية في شباك الفحاحيل. وفي الشوط الثاني عاد القادسية بقوة إلى أجواء المباراة واستعاد سيطرته عليها سريعا مع تسديدة قوية من مهاجمه سالم المريتشي، سددها من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى، ولكنها أخطأت الهدف وارتطمت بالعارضة. وتابع القادسية هجومه واستحواذه على الكرة وهدد مرمى الفحاحيل بكرات خطيرة، وأبى القادسية أن ينهي اللقاء بهدف يتيم، وأصر أن يلحقه بهدف ثان يكمل به ثنائيته المتميزة. فعند الدقيقة الأخيرة من المباراة تابع المتألق سالم البريتشي تسديدة زميله سلطان شاكر إثر تمريرة عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، والتي ردها الحارس محمد الصعب، فاستغل البريتشي ارتداد الكرة إليه وسددها داخل مرمى الفحاحيل مسجلا الهدف الثاني للقادسية ليكسب 3 نقاط ثمينة ويقترب من نيل اللقب. جود لك لي القادسية، هارد لك لي الفحاحيل. مثل ما تكلمنا قبل أن نطلع التقرير، صعب أن فرق الصدارة تفرط في نقاط خصوصا في هذه المرحلة. القادسية ما فرط بالنقاط أيضا أمام الفحاحيل اللي كان نوعا ما متواضع. صحيح عبدالله ما فرط لكن يعني خلينا نقول حصل على 3 نقاط أحمد، يعني خلينا نقول بشكل أنفس، يعني ما حصلها بسهولة. القادسية في الشوط الأول بدأ سيطرته في المباراة، حاول يخلق كذا فرصة في المباراة، لكن خلينا نقول تكتل نادي الفحاحيل في خط الدفاع واعتماده على الكرات العكسية أحرج نادي القادسية فيها. حتى الهدف اللي دش في الشوط الأول عبد الله عن طريق اللاعب سيد عبد الله الموسوي كان في نهاية الشوط الأول عن طريق تسديدة ومرت أرضية على الحارس وسجل منها الهدف الأول في آخر الشوط الأول. فأعتقد أن القادسية طلع في 3 نقاط هذه أحمد في الجولة هذه ما كانت بسهولة من نادي الفحاحيل. الفحاحيل كان متواضع للقادسية، كان خلينا نقول جيد في هذه المباراة. لا هو طبعاً المباراة أعتقد أن القادسية كان مضغوط يعني، وشيء طبيعي أنت بهالمرحلة تحديداً
وبهالملاحقه من المنافسين ومن الخصوم النادي الكويتي والنادي العربي، انت ما تهمك المستوى ولا يهمك الاداء، كذا ما يهمك ثلاث نقاط. الشحن هذا والضغط الزايد اللي موجود على الغاسية شفناه ما قدم المستوى المطلوب اللي متعودين عليه او انه يطلع فيه كون البطل. بالمقابل نادي الفيحيل ما عنده شيء يخسره، نادي عنده الاريحيه، عنده التكتيك اللي هو عارف يواجه فيه الغاسية، مثل ما قال كابتن صالح مسكر المناطق، قاعد يلعب على المرتده، احرج الغاسية في اكثر من كره. اعتقد يعني 2-0 هي نتيجه بالنسبه لي انا معقوله، يعني انت كونك هالضغط وقاعد تمر فيه وعندك ناس قاعد تلاحقك نادي الكويت والنادي العربي، فيهمك ثلاث نقاط اكثر من المستوى والاداء. بشكل سريع عندك شيء عن هالمباراه قبل انتقل للمباراه الثانيه؟ لا يمكن عبد الله، يمكن حتى الهدف الثاني اتى احمد نفس ما قلنا ايضا في اخر الشوط الثاني ايضا عن طريق تسديد عرضيه وارتدد من الحارس وكملها اللاعب سالم بريشي. يعني يمكن ردت عشان اقول سالم بريشي فردت يعني اللاعب سالم بريشي وسدد الهدف الثاني ايضا في اخر دقائق، لكن تم الغاسيه مسيطر على الشوط الثاني وهيمنته على الشوط الثاني. جميل، فوز كبير للكويت على السالميه في هذا التوقيت. ضمن منافسات دور الشباب لكرة القدم التقى الكويت بخصمه السالمية في الجولة 21 من المسابقة، ومنذ انطلاقة الشوط الأول شن الكويت العديد من الهجمات محاولا تسجيل هدف، إلا أن الدفاع السلموي كان حاضرا إذ غلب على المباراة الأسلوب الدفاعي والحرص من قبل الطرفين وخاصة من العميد. واستمرت محاولات الأبيض بالتسجيل حتى أتت الدقيقة 40 ليحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الكويت نفذها مشعل العنزي بنجاح، ولم يمض الكثير حتى احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للكويت ليسجل منها عبد الله الياقوت الهدف الثاني. ومع انطلاقة الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل فيما حاول الكويت تسجيل هدف ثالث يؤكد به فوزه. ومن كرة مرتدة جميلة سجل الكويت الهدف الثالث، وقبل نهاية المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثالثة للعميد ليسجل منها وليد العنزي رابع أهداف الكويت والمباراة. كابتن عبد الرحمن الشمري الله يعطيك العافيه ومبروك الفوز، حدثنا عن مجريات المباراه بشكل عام. شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هارد لك نادي السالميه، قد لك الربع. اول شيء كنا نطمح لاداء قبل النتيجه، الحمد لله جاء الاداء، قدرنا ناخذ ثلاث نقاط وهذا المهم. في مجريات الشوط الاول مع الشوط الثاني كان في يعني عدم تنظيم شويه ب يعني صفوف المنتخب او صفوف نادي الكويت عبد. هذا شيء طبيعي، اول ربع ساعه لازم تسد ضربك او ربكه، والحمد لله قدرنا نسيطر على المباراه 90 دقيقه. هل أنت راضي على الأداء اليوم؟ والله مو راضي أنا، بس الشيء اللي نطمح له هو الفوز، خاصة بالوقت الحالي ما تطمح الأداء كثر النتيجة، والحمد لله قدرنا نأخذ النتيجة. كابتن عبد العزيز الشكناني الله يعطيك العافية، وهارد لك على الخسارة، ثلاث بلنتيات في مباراة يعني شوي سيناريو غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لاعبينا. والله أنا ما أحب أتكلم عن الحكم، يعني لازم أتكلم على الأداء. إحنا عندنا غيابات وايد، عندنا تقريبا 6 لاعبين غيابات، واحنا ما عندنا صف ثاني كنادي الكويت ونادي القادسيه، فشيء طبيعي ان حتى لو 3 لاعبين او لاعبين منا ينقصون بالتشكيله الاساسيه راح نتاثر، هذا شيء طبيعي. اليوم طغى على اداء نادي السالميه الدفاعي اليوم، فشنو كان السبب؟ طبيعي نادي الكويت لما يكون هو احسن منك، عنده كواليتي لاعبين احسن منك، فطبيعي انك تلعب على المرتده يمكن تاخذ جول او جولين بالمرتده، لكن الحمد لله احنا طبقنا اللي كان يبي المدرب، بس الحمد لله يعني الاجوال 3 بلنتيات وجول كذي عرضيه. عرض لك على الخساره والله يعطيكم العافيه، وان شاء الله يكون يعني الخساره يعني محفز للامام ان شاء الله ولتحسين الاداء الله يعطيك العافيه. اكيد لازم الواحد يخسر عشان يتعلم قدام، ان شاء الله المباراه القادمه نقدم احسن ان شاء الله.
قلت لك للكويت هارد لك، اللي هي السالمية فوز كبير للكويت ونتيجة ثقيلة للسالمية. هلا السالمية. صحيح عبد الله، يمكن الكويت دش شو في المباراة هذه كانت مباراة سريعة والكويت كان مركز، لكن أيضا السالمية خلينا نقول تلاشى أخطاء اللي كانت سابقة اللي قلنا في النتيجة اللي هي الكبيرة اللي كانت على نادي القادسية، ما كان يجازف مع الفرق خلينا نقول الأفضل منه فنيا، ما كان يكابر أحمد، كان راضي يعني على أرض الواقع، كان يعني عارف شنو مستواه وشنو مستوى الفريق اللي قاعد يباري. الشوط الاول دخل خلينا نقول الكويت كان سريع، حاول انه يسجل الهدف في اسرع وقت ممكن يعطيه اريحيه، لكن كان الساميه حاضر في الدفاع لين اتت الدقيقه 40 عن طريق ضربه جزاء سجل لاعب منها مشعل العنزي الهدف الاول، بعدها بدقائق عبد الله رد سجل من ضربه جزاء ثانيه اللاعب عبد الله ياقوت. يعني حتى الاهداف احمد جو عن طريق ضربات جزاء، هذا يعتقد انه كان ساميه متكتل فيه، خلينا نقول في كان منظومه دفاعيه كانت موجوده، لكن الاخطاء اللي كانت موجوده لضربات الجزاء. الكويت كان افضل بكل شيء هالمباراه بلا شك. الكويت يعني السالميه هز موسم تحديدا احنا نتكلم عنه لم يظهر بالصوره اللي احنا متوقعينها منه، كونه نادي يعني يعتبر النادي من الانديه المنافسه والمفروض تكون منافسه على 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 لقب الدوري. شفناه يعني متواضع، فريق عنده حتى عنده في اعداد باللاعبين منقوصه، يعني عنده قاعد 90 لاعبين مرحله 17 سنه، لكن اللي يحسب له النادي السالميه في هالمباراه تحديدا انه لعب بامكانياته اللي هو متوفره عنده، عرف الخصم انا افضل مني، عكس المباراه اللي صارت بينه وبين غسيل اللي يعني دخل مرمى ثمان اهداف، حاول انه يفتح اللعب وبالتالي سجل في مرمى ثمان اهداف. هالمباراه لا، لعب بالامكانيات ولعب على قولتهم عرف قدر نفسه ولعب، قال لك انا اسكر المنطقه الخلفيه وحاول العب يعني على وعسى يعني بكره مرتده. الاقوال اللي جت مثل ما قال كابتن صالح، اقوال ضربات جزاء تدري انت يعني بلغتنا احنا نقول كثر الدتش في الحال، الضغط عليه من قبل نادي الكويت تولد اخطاء، ونادي الكويت مطالب بالفوز، يعني نادي قاعد ينافس على البطوله، فبلا شك انه ما راح يستهين باي مباراه يعني، فاعتقد مباراه او نتيجه متوقعه. الساميه غلط لما خلينا نقول تكتل دفاعيا في المباراه؟ ما اعتقد عبد الله، اعتقد يمكن لو فاتح اللعب مثل ما فتح مع نادي القادسيه، الكويت ما يغل شان عن نادي القادسيه بالعناصر الموجوده عنده سواء بالوسط او في الهجوم، اعتقد انه لعب على امكانياته مثل ما قلنا بدايه انا وكابتن احمد. حتى عبد الله تشوف يعني حتى الاهداف يمكن هي 4-0 النتيجه، لكن يعني الاهداف في 3 اهداف منها من ضربات جزاء، يعني هدفين في الشوط الاول وهدف في الشوط الثاني ايضا من ضربه جزاء، وهدف واحد كانت من كره مرتده سجلها اللاعب محمد سلمان، وضربه جزاء الاخيره سجلها اللاعب وليد العنزي. اعتقد يعني حتى الاهداف كانت من ضربات جزاء، اعتقد كان اللاعب منظومه دفاعيه واعتقد كان مركز بالدفاع، لكن كانت الاخطاء اللاعبين هي اللي ادت في الثلاث ضربات جزاء الموجوده في المباراه. جميل، الكويت مطالب انه يركز في الجولات القادمه اذا ما اراد خلينا نقول ينافس القادسية على اللقب. بلا شك طبعا، انت في 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 ظل يعني الفارق العددي 3 نقاط اكيد الكويت مطالب انه يفوز، لان اي خساره اي تعادل معناته راح يبتعد عن اللقب، وراح يكون القادسية هو مثلا مثل من المراحل السابقه انه البطل، لكن اللي يحسب بهالمباراه يحسب الحكم المباراه امانه حساب الثلاث ركلات جزاء، فهذا شيء يحسب للحكم امانه. يعني احنا نشوف في اغلب المباريات ان الحكم مثلا اذا اعطى الفريق ضربه جزاء او بلنتي ممكن ما يعطي، يقول لك انا اعطيته بلنتي خلاص انا كنت فايز بالضبط، عرفت؟ لكن هذا شيء يحسب للحكم المباراه امانه. جميل، نتكلم عن باقي نتائج الجوله 21. فوز العربي على اليرموك 4-0، فوز الصليبي خاط على خيطان 2-1، فوز الكاظمة على النصر 2-0، وتعادل التضامن والجهرة 2-2، وأخيرا فوز الساحل على الشباب بنتيجة 3-1. وصلنا للختام، كابتن صالح بريتش يعطيك العافية. الله يعافيك عبد الله، ما قصرت. كابتن أحمد موسى يعطيك العافية. يعطيك العافية أخوي عبد الله، ونقول حق محمد ما تشوف شر. إن شاء الله ما يجيك إن شاء الله. يعطيكم العافية أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة، شكرا لمجلس إدارة نادي السالمية، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم برنامج أجيالنا، في أمان.